اسمي علي الكندري، عمري 17 سنة، لاعب بنادي القادسية الرياضي ومنتخب الكويت جودو. كبداية خالي كان يلعب جودو وقال لي عن اللعبة وشنو هي وشنو فيها وبطولات ومعسكرات وكذي، فحببني باللعبة لما سولف لي وقلت أنا أدشها. تفاصيل لعبة الجودو: هي لعبة قتالية تتكون من نص نقطة ونقطة كاملة والشيدوات اللي هي الفاولات، والنص نقطة لازم تجيب نص نقطة ثانية عشان تاخذ نقطة كاملة، النقطة خلاص انها تعتبر انت فايز. لعبت لعبة قبل لعبة الجودو هي كرة القدم، بس انها ما شفت نفسي فيها فطلعت ودخلت جودو. استفدت من اللعبة روح رياضية، احترام، لياقة، صحة نفسية، ومنها وناسة يعني. تال لعبته وما انساه بطولة آسيا مع اللاعب الكوري، كان جيم يعني حلو وما انسى يعني وقتها. عندها خمس ايام بالاسبوع تدريب، من السبت للاربعاء. التدريب من الساعة 5 للساعة 7، ساعتين تقريبا. ما ياخذ يعني اتوقع انه زيادة. التدريبات اللي ياخذها جودو وكروسفيت اللي هو يعني يكون معاه لياقة. رياضتي ما اثرت على مستوى الدراسي، انسق بينهم، ارجع ادرس ساعة ساعتين، اروح التمرين، ارجع اكمل ادرس، وبعدها هذا الروتي. لعبة الجودو فيها اصابات وايد، تفاداها انك تسخن قبل التمرين وقبل الفايت. اذا حاشتك اصابة حط ثلج عليها، خفف من التمرين، لا تشد عليها وايد. تحدد نقاط ضعف اللي قدامك هو الكابتن، يشوف لعبات اللي قدامك اللي قبل فيقول لك انه كذي وهذه نقطة ضعف، امسك كذي سوي كذي. اصعب تمرين هو الكروسفيت لان يكون فيه تعب يعني زيادة. نقطة ضعف عندي احاول اطورها وقويها هي اللياقة. رحت مع النادي ومع المنتخب معسكرات وبطولات، رحنا مع المنتخب بطولة آسيا بتايلند وبطولة العالم بالبوسنة، ومع النادي رحنا بطولات عرب بالأردن وتونس. الفرق بين المعسكر والتمرين بالنادي ان النادي انت قاعد تتمرن مع لاعبين كل يوم تتمرن معاهم، اما المعسكر تكون يعني لاعبين يدد تاخذ خبرة منهم. المدرب له دور كبير باللعبة، فهو اللي يطور من مستواك وهو اللي يشوف نقاط ضعفك، يشوف شو اللي ناقصك. دور ولي أمري باللعبة يشجعني كل مرة، يقول لي كمل، منها تحفيز إنه لا توقف. علاقتي بربعي بالنادي علاقة قوية يعني، مو بس إنه تمرين ويكونون إنه بس بالنادي، لا منها إنه نطلع نشوف بعض. لاعب متفاهم معه ويكون بيني وبينه تحدي هو أخوي، إنه نفس وزني وتقريبا نفس البنية، فيكون بيني وبينه تفاهم يعني. طموحي إن شاء الله أوصل الأولمبيات وحقق إنجاز فيها. لا ما عندي تدريبات خاصة غير تدريبات النادي. عشان تكون لاعب ناجح لازم تمرن بانتظام، ما تقطع تمرين، لأن إذا قطعت تمرين مستواك راح يرد يطيح. تعدل أكلك. أنصح الشباب اللي بعمري اللي ما يلعبون رياضة يجرب أي رياضة، مو شرط جودو، خلي يجرب أي رياضة يمكن يشوف نفسه فيها. معكم اللاعب شاب سلمان، لاعب جودو في نادي القادسية ومنتخب الكويت، عمري 18 سنة. بالبداية دشيت وأنا عمري صغير، أبوي دخلني النادي وبعدها استمريت يعني. لعبة الجودو لعبة فردية، تعتمد أن لازم أطيح اللاعب اللي قدامي، وفيها طبعا قوانين وانذارات وشيء، قوانين معينة يعني. قبل هذا الجودو جربت ألعب كرة قدم، تيكواندو، بس اللي شفت نفسي إن زين أنا فيه الجودو واستمريت بعدها. استفدت من اللعبة إني أقوي جسمي وأزيد لياقتي ويعني أكون إنسان صحي. اللعبة اللي لعبتها والجيم اللي لعبتها وما أنسى كان بطولة العالم 2021 ضد لاعب مكسيكي،
كنت خسران نص نقطة وصدتها بعدها نص نقطة، وبالنهاية اسمه خسرت شيدوات. تمرن من السبت للخميس تمرينين باليوم، تمرين الصبح حديد ولياقة، والعصر يكون جودو وش اسمه جودو. لا ما أثرت يعني، إذا كان في اختبارات أوقف شوي على الجودو أو أنظم وقتي، يعني الصبح أدرس والعصر أتمرن جودو. إذا حاشتني إصابة أول شيء أسويه أحط ثلج على الإصابة، بعدها إذا كنت متعور بالنادي أو بالمنتخب يشوفها الدكتور ونعالجها. كابتن إذا كان عندي نزال الكابتن يشوف نقاط الضعف باللاعب الثاني ويشرح لي عادي شنو أدش شنو ما أدش قبل أدخل الإبصاب. أصعب تمرين هو التمرين اللياقة، لأنه يكون فيه ضغط قوي ولازم تشيل أوزان. نقطة الضعف عندي مرات أدش على اللاعب بطيء، فقاعد أطورها بالفترة الحالية أني أدش سريع. ورحت مع نادي القادسية وايد معسكرات وبطولات، منها معسكر ألمانيا الاستعداد للبطولة العربية بالمغرب 2019، كان معسكر ممتاز ولعبنا مع أبطال عالم. وعندك بعد مع المنتخب معسكر فرنسا كنا مستعدين فيه، رايحين نستعد فيه حق بطولة العالم، وجهزنا بفرنسا ورحنا لعبنا البطولة بإيطاليا. ومن المعسكرات القوية بعد معسكر أوزبكستان، كان معسكر وايد قوي لعبنا فيه مع أبطال بلعبة الجودو واحتكينا معاهم وايد طور مستوانا المعسكر. الفرق بين التمرين بمعسكر والتمرين بالنادي إن بالمعسكر تحتك مع لاعبين ثانين، أما بالنادي كل يوم قاعد تلعب مع نفس اللاعب، هناك يتطور مستواك أكثر ويكون في الخبرة تزيد وواي تتطور. طبعا كل المدربين سواء كان بالمنتخب ولا بالنادي لازم يهتمون فيه قبل البطولة، إنه يشوف إن شنو قاعد تاكل شنو ما قاعد تاكل، تمرينك زين، مهتم بالتمرين مو مهتم، مستواك متعدل ولا لا. وأكيد المدرب وايد مهم. ولي أمر اللي هو أبوي أول شيء هو اللي دخلني اللعبة، ومن وأنا صغير كان مهتم فيني، يعني إنه يجاب يحرص إنه يوديني النادي بوقته. بعدها عاد أنا استمريت. علاقتي مع ربعي بالنادي يعني علاقة مو بس داخل النادي، يعني بعد التمرين هم نطلع وكذي. اللاعب اللي دائما أتنافس معاه هو اللاعب خالد البراك، هو معي بالنادي ونفس وزني، يعني دائما أطيح معاه بالبطولة وبالتمرين. بإذن الله طموحي هي إني أوصل الأولمبيات وأخذ مركز فيها. أكيد بعد ما أخلص نادي لازم أتمرن بروحي حديد، لأن مرات بالنادي ما يكون في تمرين حديد وكروسفيت، فلازم أطور من نفسي بني ألعب الحديد وكروسفيت. عشان أكون لاعب ناجح لازم أكون ملتزم بالتمرين تمرينين باليوم، ولازم أعدل أكلي يكون أكل صحي، وإن شاء الله راح أوصل. أنصح الشباب اللي بعمري إن يدشون يشوفوا الرياضة اللي تناسبهم ويدشون ويستمرون فيها، راح تكون شيء صحي حقهم وحق مستقبلهم.